علاقتك بعادل امام علاقه غريبه جدا، يعني 7 اعمال ودايما معاه ودايما موجود معاه. هقول لي ايه بقى سرك مع عادل امام ايه، ودايما ليك ماستر سين معاه في كل فيلم كده؟ هقول لسيادتك، انا ما كنتش عارف استاذ عادل امام، وكنت بعمل مسرح وعملت كام فيلم سينما، وهو راجل دقيق الملاحظه وبيتفرج على كل حاجه بتنزل. فانا مره رايح له المسرح، رايح المسرح لصديق ليا ممثل اسمه عثمان عبد المنعم، فقابلته قال لي تعال تعال، ايه اللي الشخصيات اللي انت بتعملها دي؟ انت شاطر ما شاء الله عليك، انت حلو انت جميل. قلت له لا، انا مش هبقى جميل الا ما اشتغل مع سيادتك. قال لي لا. قلت له انت لمبه كبيره هتنورني، انعكاس نورك هينورني. فالراجل قال ان شاء الله ان شاء الله. فجاه لقيت اوردر جاي لي في كراكون في الشارع، سعد جدا بالمشاهدين اللي انا عملتهم معاه. فلقيت بعت لي نص الاستاذ وحيد حامد النوم في العسل. انت عملت المشهد باتقان جدا عشان انت صعيدي؟ هو انا صعيدي من المنيا. لكن الكتاب اللي مكتوبه والموقف اللي عمله معايا الاستاذ عادل، ليه موقف شهير انا حافظه وجميله فوق عمري في جوه عمري كله. ان انا اول ما رحت واستلمت الورق وحاجات من دي وداخل على اللوكيشن، فالاستاذ عادل قال استنى عندك. قلت له يا استاذ عادل. قال الاستاذ شريف عرف المخرج ما كانش مقتنع بيك، انا مراهنه. قلت له احسن واحد يعمل الدور ده في مصر ضياء المرغني. انا اتربكت وحصل لي احساس بمسؤوليه غير طبيعيه. طب لازم استاذ عادل اللي انا بحبه لازم اخليه يكسب الرهان. فدخلت اللوكيشن وعملت الدور واتعمل الافتتاح وما رحتش اشوف الفيلم. عزمني الاستاذ عادل على نهايه موسم مسرحي عنده في مسرح الهرم. رحت لقيت مصر كلها قاعده. نسيت اقول لك ان انا ما اتفرجتش على الفيلم كمان. فغصب عني رحت رايح، انا رايح قبل الاستاذ عادل، رحت رايح اتفرجت على الفيلم. انا انبسطت بنفسي وسعدت بالفيلم جدا، لانه كميه ضحك وموضوع فيه دبل مينينج جميل، العطاء. الناس بطلت تعطي. المشهد معانا يا احمد نشوف. يلا طب بص بقى، انت عملت دور بقى المخنوق ده دور تاني خالص. دور تاني خالص. وعملت مع السفاره في العماره ارهابي، وعملت معاه مرجان شعر، وعملت معاه حسن ومرقص صاحب السوبر ماركت المتدين. أيوة. المتشدد شويه. ففي فروقات كتيره. هو اللي بيصر انك انت تكون معاه في الافلام؟ حتى يعني السفاره في العماره مشهد واحد بلبسه انت مكانك مش هنا مكانك فوق، ده من المشاهد المحفوظه عند الكوميدي.